فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فاتقوا الدنيا، أي اتقوا فتنتها. نعم. الدنيا لا تذم لذاتها، فإنها مطية الآخرة، فلا تذم لذاتها، وهي مخلوقات وطيبات وأرزاق ومنافع، فهي لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم تصرف الإنسان فيها. فاتقوا الدنيا أي اتقوا فتنتها، اتقوا فتنتها، لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اتقوا الدنيا، اتقوا فتنتها وشرها، وخذوا من خيرها واستعملوها في طاعة الله، واستعينوا بها على طاعة الله وعلى مصالحكم ومنافعكم.